الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وضوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجهم تسنيم النعيم يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، هذا مصير لست فيه بأوحدي، فإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، متابعة لليلة التكريم التي اقيمت للراحل الكريم المغفور له باذن الله تعالى عبد الحاج ابراهيم السكري، والد الاستاذ محمد ابراهيم السكري، الاستاذ احمد ابراهيم السكري، وعم كل منه الحاج محمود السكري، الاستاذ اسلام السكري، ونسيب كل من الاستاذ كريم الجبيلي، ونسيب الاستاذ السيد سعيد. اخواتنا اخواتنا الايمان والاسلام، من داخل لؤلؤة الصناديقات كبرى قصور الضيافة تحت ادارة اولاد الحاج ابراهيم بركات، ادارة الحاج حمدي بركات المقيم بمدينة طنطا ميدان العجيزي. كل هذا رقب لكم ويراقب لكم عبر قناة الجعبري على شاشات اليوتيوب. اي السالة مسك الختام ياتي الله البينات يتلوها علينا على التلاوة بجمهورية مصر العربية العالم الاسلامي فضيلة مولانا القدوة القرآني العلم الشيخ احمد حسن سلمان، فليتفضل صاحب الفضيلة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن وما يذكرون إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن
بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما اللوامة
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر Yeah.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أما لترونك عين اليقين ثم لتسألن لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب Oh,
اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف يا من على المصطفى صلى وعلى القارئ تجلى، يا رب فاغفر لمن توفى ولمن كان هنا حي. ختمت ليلتنا بالذي خير ايات الله بينت لها علينا قران العالمين العربي والاسلامي اجمع، والذي شرف مصر عبر المحافل الدوليه بمركز مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية القرية العلم الشيخ احمد حسن سلمان. كبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر انحاء الجمهورية، عمالقة الفراشة بالجمهورية، اولاد المغفور له باذن الله تعالى عم الحاج ابراهيم بركات، اولاد المغفور له باذن الله تعالى عم الحاج ابراهيم بركات، ادارة الحاج حمدي بركات، إدارة الحاج حمدي بركات المقيم بمدينة طنطا ميدان العجيب. اخواتنا اخواتنا من الاسلام، الخدمة الفندقية، المتر محمد عبد المنعم ابو لاشين المقيم بمحلة بنوك مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. كل هذا نقوم لكم عبر كبرات العالمين البشمهندس احمد الجعبري. اخواتنا اخواتنا من الاسلام، في ليله تكريم وعزاء مغفور له باذن الله تعالى عم الحاج ابراهيم السكري، يتقدم كل من الاستاذ محمد ابراهيم السكري، الاستاذ احمد ابراهيم السكري، الحاج محمود السكري، والاستاذ اسلام السكري، والاستاذ كريم الجبيلي، كما يتقدم الاستاذ سيد سعيد وجميع الاسره الكريمه الى كل ما تقدم اليه بواجب العزاء. بالشكر والتقدير الساده لكم تحيات مهندس الصوت المهندس باسم بدر، ولكم تحياتي الاعلامي احمد ابو الليل، والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.